السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله غندير معكم فلون اللي تيجي زوين ولذيذ. يلا خليكم معايا البنات. هنا البنات عندي غندير فلون داك اللي تيتصايب بالبيض. عندي هنايا كاس كبير ديال السنيده، عندي هنايا 7 البيضات، وعندي هنايا 3 ديال لافاني، 3 لافاني باش ما تعطيش واحد الريحه الزفوريه ديال ملي تيتصايب فلون ما يتعطاش الزفوريه. تيش ندير انايا 3 ديال لافاني هامايا، وعندي مايزينا، عندي 2 معالق ديال مايزينا هامايا. دابا اش غندير الكراميل هو الاول، نصايبو هو الاول ونخليه يطيب على مهلو، ما خصناش نحرقو، خاصو يطيب على المهل. يلا هانتوما يخليكم معايا. صافي البنات، ها هي بدا داك الكراميل بدا تيطيب، ديروه على مهلو تكون سميتو البوطه مهيله. غنوريكم البوطه كيفاش تكون غير بحال هكا خفيفه ظريفه باش يصدق ليكم وباش ما يتحرقش ليكم السكر. دابا غنبقاو بشويه بشويه هكايا حتى يذوب على خاطر. يلا هانتوما يخليكم معايا. وها هو يا البنات، دابا راه باقي كيدوب شويه بشويه، هذا هو اللويين اللي خاصو يكون حيت مازال هاد الفلون غيطيب. غادي تيدوب شويه بشويه. صافي البنات، ها هو يا راه طاب، شوفوا كي ولا. ودابا غنديرو في هاد المول اللي هنايا، ها نتوما يا قداش غنخويه هنايا. صافي ها هويا. صافي دابا غنبدا نفيض في الحليب، عندي ايترو ديال الحليب بلاتي. هنا البنات عندي ايترو ديال الحليب ها هويا، غنخليه حتى يفيض وعاد ديك الساعه نخلطو مع البيض وداكشي. المهم هانتوما يا تشوفوا الطريقه كيفاش دايره. كما قلت لكم البنات، عندي هنايا 7 البيضات هنايا، غندير عليهم لافاني، ثلاثه ديال لافاني بالمطاب ليا الحليب يفيض. عاد نبدا نخوي عليه بشويه بشويه. عندي ثلاثه ديال لافاني البنات، ثلاثة غنطرب مزيان. سميتو خاصني ضروري هذا السكر، نسيت السكر الله يستر. هنايا البنات عندي كاس العلبة، راه نسيت السكر، كاس ديال العلبة ها هوايا ديال السكر، وخاصني نطربو مزيان 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 تيدوب هذاك السكر مزيان بالماء. فاض ليا الحليب داك ليترو ديال الحليب، اللي عنده الطراب ديال الضو يديرو حتى هو مزيان. دابا غندير عندي 2 معالق ديال مايزينا، صافي تنبقى نطرب بشويه بشويه. يدوب داك السكر، خاصو ضروري يدوب داك السكر. صافي دابا يفيض الحليب ورجع معاكم. صافي البنات، ها هو طاب ليا الحليب، وحيدوا هاد الفراره اللي تتكون في الحليب، حيدوها، انا نحيدها ضروري تحيدوها. ناخذ واحد المغرفه ها هي، بلاتي نهز شويه الكاميرا. صافي الحليب راه فاض ليا،
والبيض راه طربتهم مزيان، تداب لي داك السكر. ودابا غنبدا نخوي بشويه بشويه حيت الحليب راه سخون، لا يمشي البيض يطيب ليا، خاص بشويه بشويه. ها نتوما شوفوا الطريقه كيفاش غندير ليها، انا تنخوي بشويه بشويه. ها نتوما بحال هكايا، وانتوما تدوروا مزيان باش ما يطيبش لكم هذاك الحليب، شتيو؟ باش ما يطيبش لكم يا ربي البيض. ثاني نهز بشويه بشويه، بقى هكايا تنكمل، شتيو؟ بحال هكايا البيض. نعاود ندير معاكم، ضروري تبقاو بشويه بشويه هكا. باش البيض ما يطيبش ليكم. انتما شفتو الطريقة كيفاش دايرة، المهم كملو ورجعنا. صافي البنات، هنايا دابا غنبدا نخوي في سميتو. هانتومايا ضروري ديرو هادي، ديرو بحال هكايا باش ما داك السكر ما الكراميل ما يخسرش ليكم. تنديرو هكايا، شتيو؟ بحال هكا تنبقى غادية هكايا. بحال هكا تنبقاو غاديين البنات، يلا هانتوما خليكم معايا. صافي البنات، ها انا كملت. دابا درت هاد الطاوة فيها الماء، هانتوما تتشوفو، غندير ضروري ديرو الماء. صافي طيب ورجع معاكم، ملي طيب رجع معاكم ان شاء الله باذن الله. يلا هانتوما خليكم معايا. وهاد هو في اللون البنات اللي درت معاكم، هانتوما تتشوفو كيفاش يجي، تيجي زويوان ورطب وتيجي لذيذ. تنتمنى البنات يعجبكم وتجربوه وتشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، وتابوني تابوناو معايا ودو ليا جيم. انا نقطع دابا واحد طريف ونوريكم كيفاش يجي. بناتي نشير الكاميرا نوريكم كيفاش يجي. ها انتوما البنات كيفاش يجي. تيجي زوين ولذيذ. يلا البنات خليتكم على خير، تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. تبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم، ديروا لي جيم وتابوناو، ديروا لي كومونتير. يلا خليتكم على خير، بسلامة.